إذن احرص على ما ينفعك. العلاقة بيننا ينبغي أن يكون هذا هو الأساس فيها، ألا تصاحبني وألا أصاحبك إلا لطلب النفع. الأخرى والدنيوي نتصاحب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على حفظ كتاب الله، على التجارة الحلال، على التزاور، على المحبة، على الدعوة، في مجالس الذكر، في حلق العلم. لا أجتمع معك على غيبة، أرفض هذا رفضا تاما ولا أريده. لا أجتمع معك على نميمة، لا أقبل. لا أجتمع معك على باطل أبدا، ابتعد عني ودعني في حال سبيلي، لا تلوث علي ديني. احرص أن تحفظ دينك. والذي يحرص على الشيء ماذا يفعل الله؟ تجده يضعه في المكان الآمن. أين وضعنا ديننا؟ وضعناه تحت الرصيف، جلوس في المقاهي، مشاهدة التبرج والتسكع والموبقات والمنكرات. الذي يحرص على الشيء لا يفتح الباب أمامه، يضعه في مكان آمن ويغلق عليه. هذا دينك، عقيدتك، لحمك، دمك، شحمك، تجعله عرضة للشبهات وعرضة للضلال. فهذه الوصية كما قال ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من الأئمة الذين تناولوا الحديث، وصية جامعة نافعة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ولينظر كل واحد منا على ماذا يحرص في ماله، أي يحرص على إنفاقه، أي يحرص على زكاته، أي يحرص على أن يكسبه من حل. لينظر كل واحد منا على ماذا يحرص في صحته، أي يحرص أن يصرفها في طاعة الله، في زيارة المرضى، في تشيع الجنائز، في تغسيل الأموات. على ماذا يحرص في شبابه؟ على ماذا يحرص في وقته؟ على ماذا يحرص في ابنائه؟ يعني انظر إلى نعم الله وانظر إلى حرصك على شكر الله عليها، أن تحول هذه النعم إلى شكر.